رغم ظروف الحرب في بلدي سوريا، كنا لا نزال نعيش في بيتنا أنا وعائلتي، ولكن مع تطور الحرب واستمرارها لفترة طويلة، اضطرينا أن نهرب ونلجأ إلى بلد آخر ولنكون بأمان. خرجنا من سوريا في باص كبير مع ناس كثيرا لا أعرفهم، ولكنهم جميعهم كانوا خائفون وهاربون من الحرب. تركنا أغراضنا وثيابنا وألعابنا في بيتنا، وأمي جلبت الأشياء المهمة فقط. هنا سكننا في شقة واحدة صغيرة مع عائلات أخرى، وكنا ننام 5 أشخاص في غرفة واحدة. ولكن كل شيء كان مختلف وغريب علي، البيت والحي والناس والمدرسة، وكما لا أعرف الطرقات ولا أي شيء هنا. أتمنى أن تنتهي الحرب والعودة إلى بلد سوريا. كيف كانت أحوالنا وكيف أصبحت؟ كنا نعيش سعداء في اللعب وزيارة الأقارب، وهكذا أصبحت.